حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله عز وجل وليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقول حقا أو ليسكت. حدثنا حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصمين عن رجل منهم أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد حدثنا الحسن قال وأخبرني رجل من بني سليط قال دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا التقوى هاهنا مرتين أو ثلاثا وأشار بيده إلى صدره.